Ce matin à 8h06, une voiture qui était dans le quartier. في تمام الساعة 8:06 صباح اليوم توجهت سيارة كانت في الحي نحو المركز وكانت تسير ببطء قبل أن تسرع على مسافة 5 أمتار من الجنود بطريقة تتعمد إصابتهم. لذا نحن نعلم أن هذا العمل متعمد وليس عرضيا. أجهزة الشرطة تراقب راهنا تسجيلات كاميرات المدينة وليس فقط تلك التي أظهرت بوضوح تفاصيل الهجوم، وبدا واضحا أن الأمر يتعلق باعتداء لأن السيارة لم تكن تسير في شكل مستقيم، إنما اتجهت مباشرة نحو الجنود الذين كانوا يتجهون نحو سيارتهم. Thank you.